ناس كتير بتبعت لنا عايزيننا نتكلم اكتر عن التنشيف. في فيديو النهارده هتعرفي يعني ايه تنشيف وازاي توصلي للفورمه اللي بتحلمي بيها من خلال التنشيف. كمان هنشرح لك برنامج للتنشيف شامل التغذيه وتمرينات الحديد بتكنيك سوبر ست، وهنعرفك ايه العلاقه بين تمارين البطن والتنشيف وازاي تخلي الوجبه الفري في صالحك. فنصيحه، تابعي الفيديو للاخر لانه يعتبر جايد مهم جدا لكل اللي عايز ينفذ برنامج التنشيف بنجاح. قبل ما نبدا الفيديو بتاعنا، اللي ما عملش لايك للفيديو سبسكرايب للقناه يعمل بسرعه عشان يوصل لنا كل الجديد. خلينا نتفق ان اللي بيدي الجسم الشكل الكويس هو نزول الوزن من الدهون مش من العضلات، وكل ما كانت نسبه المصل اعلى كل ما كان الشيب افضل. افضل طريقه تخلي جسمك يفقد وزن من دهونه مش من عضلاته هو النزول التدريجي في الوزن. فلما بقى بتوصلي لمرحله التنشيف لازم نقول لك مبروك، انت جسمك فقد وزنه من الدهون اللي كانت مسببه لك السمنه، وحافظتي على عضلاتك وكمان ضخمتيها لحد ما وصلتي لكتله عضليه محترمه. اتفضل لنا بقى حاجات بسيطة، هما شوية دهون على العضلات نفسها. للأسف الدهون دي بتبقى مخبية ملامح العضلة، بالتالي التنشيف كمصطلح هو عبارة عن حرق الدهون المتراكمة على العضلات اللي تم بنائها أثناء فترة التضخيم. وبكده تقدري تقولي ان الهدف الأساسي من التنشيف اننا نبرز العضلة ونحدد شكلها بصورة واضحة وجميلة. ايه برنامج التمرين المفروض نمشي عليه؟ على عكس مرحلة نزول الوزن وتضخيم العضلات، كان الكارديو زي الجري أو ركوب العجلة أو السباحة تمرين أساسي ومهم جدا. في مرحلة التنشيف الوضع مختلف، تمارين الكارديو هنا مش بنفس الأهمية عشان هدفنا هنا مختلف، وهو المحافظة على الكتلة العضلية اللي كسبناها. طبعا الكارديو الكتير ممكن يبوظ القصة دي، لكن التمرين المهم والأساسي في المرحلة دي هو تمارين المقاومة والحديد. فهنكتفي إن الكارديو يكون 3 مرات في الأسبوع بس، كل مرة حوالي 20 دقيقة. في معتقد شائع ان العدات الكتير للتنشيف والعدات القليلة للتضخيم، ده طبعا كلام مش صحيح. الفايزر في الموضوع ده هو نسبة سعراتك الحرارية بالاضافة لتمارين المقاومة والاوزان المفروض بتزوديها، هو ده فعلا اللي بيرسم شكل الجسم وبيديه الانحناءات اللي بتتمني توصل لها. بالنسبة لتمارين الحديد، في فترة التنشيف لازم تبتدي تغيري نظام تمرينات الحديد بتاعتك اللي كنت ماشي عليها. تعملي التمرين الاولاني وبعدين تعملي التمرين التاني وراه على طول، وبعدين التالت وراهم على طول، وهكذا من غير اي راحة. التكنيك ده في التمرين اسمه سوبر ست. فلو عايزة تنشفي وتحافظي على كتلتك العضلية وتزوديها كمان، طبقي نظام السوبر ست لمدة شهرين وبعدها ارجعي تاني لتمريناتك العادية. في نظام السوبر ست ممكن تلعبي عضلتين او عضلة واحدة. ازاي؟ لو عضلة واحدة مثلا وليكن البطن، هتلعبي تمرين او اتنين لنفس العضلة ورا بعض بدون راحة، وبعد ما بتخلصيهم بتريحي بس 30 ثانية. او لو هتلعبي العضلتين زي الباي والتراي، هتلعبي تمرينة الباي وبعدها على طول التراي بدون راحة، ولما تخلصيهم بتريحي برضو 30 ثانية. اظن كده وضحت فكرة السوبر ست. طب ايه علاقة تمارين البطن بالتنشيف؟ درجة التنشيف بتتقاس دايما بعضلات البطن، فكل ما كان مستوى التنشيف عندك عالي كل ما كانت عضلات بطنك واضحة وبارزة بشكل صريح. عشان كده احرصي على تمارين البطن 3 مرات في الأسبوع زي الكارديو بالظبط، والتمرين تكون شاملة كل عضلات البطن الأبر واللور والجناب، كل تمرين منهم 3 مجموعات وكل تمرينة من 10 ل 20 عدة. تمارين البطن هنا برضو بتتعمل بتكنيك السوبر ست، بمعنى انك هتعملي 6 تمارين للبطن ورا بعض بدون راحة، وبعدين تريحي 30 ثانية او دقيقة بالكتير قوي، وبعدين تعيدي 6 تمارين من اول تاني على الاقل 3 مرات بنفس الطريقة. اول تمرين معانا النهاردة تمرين العجلة. هو تمرين متعب شوية بس ليه فعالية جدا في انقباض عضلات البطن وانبساطها في وقت واحد، وبتستفيد من التمرين ده معظم عضلات البطن. تمرين المقص، اهم حاجة عشان تعملي التمرين صح انك تخلي رجلك وجسمك اللي بيتحركوا من غير ما تستخدمي ايدك. تمرين السيت ابس، خلي ايدك ورا ودنك من غير ما تمسكي راسك او رقبتك، وخلي كل طاقتك في استخدام عضلات بطنك. نظمي نفسك وانت بتتمرني بحيث وانت طالعه يبقى الزفير وانت نازله يبقى الشهيق.
بلانك عضلات البطن. تمرين رائع جدا، نقدر نقول تمرينتين في تمرين واحد، بيشغل كل عضلات البطن وبيعتمد انك تحافظي على التوازن معتمدة على عضلات البطن. فلاتر كيكس، نامي على ظهرك وارفعي رجلك الشمال مع تنزيل رجلك اليمين. استمري في الحركة بعدد المرات المطلوبة منك لكل رجل وركزي انك تشغلي عضلات بطنك. بالنسبة للتغذية اثناء فترة التنشيف، في مرحلة التنشيف النظام الغذائي بيعتمد بشكل اساسي انك بالتدريج تقللي الكرب زي الشوفان، البليلة، الرز. فمثلا كنت بتاكلي نص رغيف عيش هتاكلي ربع بس، او لو بتاكلي طبق رز كامل تاكلي نصه بس، وده طبعا مجرد مثال للتوضيح. في نفس الوقت بتزودي البروتين بالتدريج زي البيض، اللحوم، الدواجن، التونة، الأسماك، وبنحافظ على نسبة الدهون المفيدة زي ما هي، ودي بتبقى في المكسرات وزيت الزيتون وأوميجا 3. الخلاصة إننا هنقسم وجباتنا على مدار اليوم على 4 أو 5 وجبات من حساب سعراتنا الحرارية. هنركز على أكل البروتين والخضار بنسبة أكبر ونقلل الكرب والدهون جدا، يعني 80% بروتين وخضار وفاكهة و20% كرب ودهون صحية، والموضوع ده بيحفز حرق الدهون جدا. طبعا مهم جدا انك تشربي مية كتير جدا، من 4 لـ5 لتر في اليوم، وعلى قد ما تقدري حاولي تقللي الملح في الاكل. لو عايزة تعرفي ازاي تحسبي احتياجك اليومي من السعرات الحرارية، ادخلي على لينك في اول تعليق وسجلي بياناتك، هيطلع لك مستوى سعراتك. وبما ان هدفنا التنشيف وحرق الدهون، يبقى تخلي وجباتك سعراتها الحرارية اقل من احتياجك اليومي من السعرات. وده نظام دايت تقدري تغيري فيه انواع او كميات على حسب سعراتك. الفطار شوفان، زبادي او لبن خالي الدسم مع موز، او توست اسمر مع جبنة قريش خالي الدسم وخيار، او بياض بيض مع مشروم وسبانخ وتوست اسمر. الغدا صدور فراخ، رز، بتنجان مشوي في الفرن برشة زيت، او فراخ او لحمة مسلوقة او رز مسلوق واربع حبات لوز وسلطة خضراء، او سمك مشوي مع سلطة خضراء. العشاء زبادي مع مشروب قرفة بالليمون. اليوم الفري، اليوم الفري ازاي تخليه في صالحك مش ضدك. اليوم الفري هو اخطر واهم حاجة في اي دايت، لانه بيعمل على استقرارك نفسيا وجسديا، لانك من وقت للتاني لما تغيري نوعية الاكل اللي داخل جسمك، في هرمون موجود في الجسم اسمه الليبتين. كل ما زادت كمية دهون الجسم، كل ما زاد افراز هرمون الليبتين. هرمون الليبتين ده هو المسؤول عن الشعور بالجوع والشبع والمزاج بشكل عام. فباختصار، كل ما زادت معدلات الليبتين، كل ما زاد معدلات التمثيل الغذائي، وكل ما قل الشعور بالجوع. عشان كده بتلاقي نفسك لما بتمشي فترة طويلة على رجيم قاسي، معدلات الليبتين بتنزل جدا وبيقل حرق الدهون، وبتحسي بجوع بشكل مستمر، لان الجسم في الحالة دي بيفتكر انك في مجاعة، وعشان يحميك من الموت بيقلل استهلاك الدهون، ووزنك بيثبت، وبيبتدي الجسم في الحالة دي يتخلص من الاملاح والمعادن والمية وكمان العضلات، وفي الاخر خالص يتخلص من الدهون. اغلب الناس بقى بتخرب الدنيا في اليوم ده، وتفضل اليوم كله محاشي وحلويات فاست فود، وفاكرة انها مستحيل تتخن، وتتفاجئ ان اللي خسرته في اسبوع يرجع في يوم، وتفضلي الاسبوع اللي بعده بتتخلصي من اثار اليوم ده، مش بتتخلصي من الدهون القديمة. الخلاصة، من حقك طبعا تاخدي يوم فري، بس ده في حالة انك ماشية على نظام غذائي صحي متوازن صارم من غير اي لخبطة، بشرط انها تكون وجبة واحدة بس اللي فري، مش اليوم كله، عشان ما بوصل اللي عملناه في اسبوع زي ما اتفقنا. في الوجبة الفري يفضل انك يدوب تدوقي من اللي محرومة منه، وتحاولي تخلي الحلويات بكمية قليلة. ممكن تاكلي برجر، بيتزا، فراخ مقلية، بطاطس محمرة، او حاجات مسبكة بالسمنة، محشي مثلا، صباعين تلاتة، حمام، بط، وز، خرفان، ممكن تاخدي منهم 200 جرام، ممكن تاخدي رز بالمكسرات او البشاميل، بس يعني 4 أو 5 معالق. الحلو 30 جرام، يعني معلقتين كبار من اي حاجة، ولو نفسك جابتك على ايس كريم هتاخدي 5 معالق كبار. طبعا الاحسن انك تخلي الوجبة الفري دي مكان وجبة الغداء، وحاولي تخليه قبلها او بعدها بساعتين اي نشاط رياضي. بعد اليوم الفري خلي اليومين الجايين اكلك يكون منخفض الكربوهيدرات جدا. ليه؟ لان مع ارتفاع معدلات الليبتين بتزيد مناعة الانسولين، بالتالي الجسم بيزيد قابليته انه يخزن الكربوهيدرات كدهون، وده طبعا اللي احنا بنخاف منه. وبكده نكون عرفنا ايه هو التنشيف، وشرحنا برنامج التغذية بتمرينات الحديد، وشرحنا ايه العلاقة بين تمارين البطن والتنشيف، وكمان اتكلمنا عن اليوم الفري.
لو عندك اي استفسار او حابه تحكي لنا عن تجربتك اكتب لنا في التعليقات، وطبعا مش محتاجه اقول لك ما تنسيش تعملي لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه عشان يوصلك كل الجديد.